الإدارة العامة للإطفاء أعلنت استعدادها للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها على البلاد في الأيام المقبلة. هذا ما أكدته الإدارة خلال الجولة التفقدية من قبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء على مركز الإسناد. دائما مع بداية كل موسم أمطار أنها تضع جميع مراكزها الأربعين مركز على أهوة الاستعداد، كذلك تضع مركز الإسناد اللي احنا موجودين فيه حاليا على أهبة الاستعداد، ونتفقد جميع معداتنا ونطبق الخطة الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بالأمطار. ونحن ولله الحمد مثل ما انتم شايفين نطبق خطتنا اللي نطبقها من كل عام، استعدادات شاملة سواء من زوارق محمولة سواء من مضخات بأنواعها، مضخات محمولة، مضخات بورتبل، مضخات شفط، مضخات كهربائية للسراديب، وكذلك الجرافات، كذلك الكرينات، إضافة إلى الجيبات، إلى إضافة إلى الإنقاذ، إلى إضافة الكرينات الكبار. فاستعداداتنا اللي نحتاجها في التعامل مع أي حادث لا سمح الله في موسم الأمطار كلها يتم تفقدها ويتم وضعها على هبة الاستعداد. أنهت الإدارة العامة للإطفاء جميع استعداداتها خلال الأيام الماضية لعمل الصيانة لمضخات المياه والمعدات والآليات وتوزيعها على مراكز الإطفاء حسب خطة الإدارة العامة المتبعة لمواجهة الأزمات والكوارث. إدارة عامة للإطفاء ممثلة بإدارة العمليات المركزية عندها خطط مسبقة من قبل في تجهيز وخلينا نقول استعدادات المراكز وتجهيزها من آليات وأفراد وقوة خلينا نقول عاملة. طبعا جهزنا احنا من بداية خلينا نقول شهر سبتمبر اللي هو من 1/9 لعموم المراكز البرية والبحرية والمطارات، خلينا نقول تجهيز معداتها من حيث الأعطال والأمور هذه كلها لغاية 1/10. طبعا 1/10 لازم تكتمل جميع الآليات والمعدات الخاصة في موسم الأمطار اللي هو يبتدي من 1/10 لغاية 31/3. وبفضل من الله سبحانه وتعالى أنتم شايفين يمكن حواليكم بأن الإدارة مستعدة من آليات وزوارق وخلينا نقول أطواق نجاة وإنشاءات فيما يتعلق بموسم الأمطار إن شاء الله. الجهوزية الكاملة للمعدات ورجال الإطفاء في جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات، وأنها جاهزة لأي طارئ لا سمح الله. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.